اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حلقتنا النهارده بمناسبه عيد الام. طبعا برحب في البدايه بالكابتن غاده حسام نجمه النادي الاهلي في كره اليد وكمان حارس المرمى وام، بنقول لها كل سنه وانت طيبه. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك، عامل ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيبه. حضرتك طيب ومبروك على بطوله كاس مصر. الله يبارك في حضرتك. خلينا احنا عملنا تقرير كده عن رحلتك مع كره اليد نشوفه كده وارجع ليكي تاني. تمام. اعزائي المشاهدين، عملنا تقرير من هي غاده حسام، نشوف التقرير ده لحضراتكم. غادة حسام حارسة مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي وحامي حمى الشباك الأهلاوية وأحد قادة الفريق الأحمر خلال السنوات الماضية. استطاعت حسام أن تقود الشياطين الحمر مؤخرة للفوز ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 27-20 في اللقاء الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر. ونجحت حارسة عرين النسر الأهلاوي في التصدي ل 22 تسديدة لترجح كفة المارد الأحمر وتمنحه التتويج بأول ألقاب الموسم. وقدمت غادة حسام مستوى مميزا خلال مباريات الموسم الحالي بعد عودتها من الاعتزال عقب زواجها وإنجاب طفلها الأول يونس، وهو ما ساعد زملائها على اعتلاء صدارة الترتيب العام لجدول مسابقة دوري العمومي حتى الآن برصيد 89 نقطة. غادة حسام تمتلك العديد من الخبرات، حيث إنها شاركت مع منتخبنا الوطني للناشئات في البطولة الإفريقية ببوركينا فاسو 2011، ثم التحقت بمنتخب الكبار في البطولة الإفريقية والتي أقيمت بالمغرب 2012، كما حصلت مع النادي الأهلي على برونزية البطولة العربية في نسختي عامي 2013 و2015 والمركز الرابع في نسخة 2014. نجمتنا اليوم مميزة على جميع الأصعدة، فهي أم مثالية وحارسة مميزة وتمتلك شخصية قيادية، كما أنها حصلت العام الماضي على رسالة الماجستير من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان بعنوان البروفايل البدني والمهاري والنفسي لحارسات مرمى كرة اليد، وهو ما يعني أنها متميزة على كافة المناحي. ويأمل الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني يحيى يوسف في تعويض إخفاقات الموسم المنقضي والفوز بكل البطولات المحلية. اهلا بحضراتكم من جديد. في مقوله كده بتقول الناجح نجح في كل حاجه. توفيق من عند ربنا طبعا، نعم بالله. بس انت بتاخد بالاسباب اكيد. وخليني ابتدي معاكي طبعا في البدايه تاني، بقول لك كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيب. انت ام وما شاء الله درجه الماجستير الحمد لله، واللي اعرفه انه كمان زوجك مسافر. يعني مسؤوليات الاب والام انت بتقومي بيها، الكلام ده صح؟ دي حقيقه. طيب خلينا نتكلم، ابتديت ازاي؟ قصتك مع اليد كانت ازاي؟ يعني قصتي مع اليد، انا بدات في مدارس نادي الزمالك كبدايه اللعبه، انتقلت النادي الاهلي في 2010. دي بالنسبه لي كانت هي اول خطوه بقى في هاندبول، ان انا اطلع درجه اولى. طلعت سن قد ايه وانت عندك درجه اولى؟ طلعت وانا عندي سن 17 سنه. صغيره لسه. يعني انا اصلا اتخذت او رحت نادي الاهلي كان من تجمعات منتخب درجه اولى، كان يعني ترشيحات كانت كابتن شيماء عادل، كان كابتن فرقه ساعتها هي ومي نصر اوشين اللي هي مدربه العام معانا دلوقتي. معانا، فهم اللي شافوني ورشحوني الكابتن اليوبي، كان ساعتها هو اللي كان مدير الفني. كان مين؟ كابتن اليوبي. وبعد كده بقى جيت النادي الاهلي، ودي كان بالنسبه لي اللي هو انا هلعب درجه اولى، هلعب مع ناس بالنسبه لي بجد هم ناس بتاعت هاندبول، فاهمين يعني ايه هاندبول. كمان اداره، مسؤوليات بقى هتكبر وحياه وعالم تاني خالص. فكان دي بالنسبه لي كانت بدايه مسيرتي يعني مع النادي الاهلي، وكان بدايه حلم كل حاجه بصراحه. طب انت لما جيتي الفريق الاول هنا كان في حارسات مرمى قبل منك؟ كانت في ندى مجدي، ندى اندريا بالنسبه لي هي مثل الاعلى،
وهي برضو ليها عمود أساسي في اللي أنا وصلت له. إيه بقى؟ في إيه؟ هي طبعا كانت أكبر مني، كل خبراتها، هي من الشخصيات الكويسة جدا جدا جدا، ما بتبخلش على أي حد بمعلومة حتى لو هي في البوزيشن بتاعها. فدايما كانت بتقول لي زي ما تقول كده بهاريز بتاعت كل حاجة، تقول لي أقف إزاي، البوزيشن بتاعي إزاي، أركز في إيه ومركزت في إيه، إزاي أعرف أفصل الحاجات دلوقتي اللي أنا أوريدي بقيت بعلمها للأصغر مني. فهي كانت بالنسبة لي بصراحة هي اللي خلت أحط رجلي في نادي الأهلي ووصل لده، مع طبعا مع توفيق من عند ربنا والمدربين اللي مرنوني يعني. اكيد. طب انا عارف ان جوزك عضو مجلس اداره اتحاد السلاح. صح، وهو دلوقتي بقى منتخب بره مصر. صح. طيب يعني لما بيكون في روسيا، طب لما بيكون يعني الجوز الزوج او الزوجه الاثنين رياضيين بيبقى الموضوع مختلف. اكيد بيبقى تربيه مختلفه وحياه الاسريه كمان بتبقى مختلفه، والفكر بيبقى كل حاجه ماشيه مفهومة. يعني لما باجي اعمل حاجة معينة ما بيبقاش بقى كلمة لا مش هينفع تفكري، لا بيبقى في دايما هو عارف ايه الاولويات وبنمشي عليها يعني. وكده مثالي اللقاء ده ممكن يطلع علينا يونس بطل اولمبي ان شاء الله. يعني ان شاء الله هو يعني بابا بطل اولمبي، هو لعب اولمبيات مرتين، فان شاء الله يعني يونس يطلع بطل اولمبي بقى. لسه في رياضه ايه لسه محدش عارف. السلاح ولا اليد؟ السلاح ولا اليد لسه محدش بقى يعرف. طب خليني اتكلم عن بدايه ارتباطك وجوازك وقرار الخلفه وانت بتلعبي كأم، يعني قررتي تبقي ام. كلميني عن التجربه دي وازاي خدت القرار انه لا انا مش هبطل حتى لو بقيت ام. كان قرار جوازي، انا اتجوزت 2019 في 1/2019، كان في نص الموسم. كنت مكملنا ان انا هكمل عادي هاندبول، مش هيبقى في توقف في حاجه يعني، وكملت الموسم عادي. حصل حوار الحمل دوت في بدايه موسم 2019 اللي هو الموسم اللي فات بالظبط. كده بدايه الموسم الرياضي ولا بدايه الموسم الرياضي؟ يعني اخر 2019. تمام. فساعتها كان كابتن ياسر صلاح هو اللي كان موجود، فكلمت معاه وقلت له ان انا مش هينفع اكمل يعني، وخلاص انا خلاص يعني هجيب بيبي وهعتزل وهكمل بقى حياتي الاسريه يعني. ودي الصوره من الفرح. دي صوره من الفرح كاتب الكتاب. ده حتى كابتن عمرو كابتن عمرو ووتر بولو هو جوز اختي. ايه ده؟ ده عيله. لا معلش رجعونا الصوره تانية يا جماعه كده عشان بس تعرفوا انه اللي واقفين في الصوره دول كلهم على الشمال خالص لابس بدله سودا عمرو ممدوح، صح؟ ايوه صح. ودي اخت كابتن غاده حسام، صراحة حسام وهو جوز اختك. ووتر بولو مع سلاح مع هاندبول. لا احنا من مقسمين اثنين ونبقى لجنه اولمبيه لوحدينا. صح كده. وده الوالد. بابايا ومامتي. ما شاء الله. طبعا بتقولي لمامتك كل سنه طيبه النهارده. اكيد بقول لها كل سنه طيبه وربنا يخليكي ليا. طيب ودي صوره للعيله. دي صوره لفرقتي كلها. كلهم كانوا معاكي في الفرح؟ طبعا كلهم كانوا معايا في الفرح، بس شايف مفيش كمامات طبعا، كان قبل الكورونا. لا ده الكلام ده كنا قبل الكورونا 2019 انتوا. يعني محظوظه الحمد لله. الحمد لله. عديتي من كورونا. طب خلينا نقول انه طبعا يونس يعني حملت في يونس يمكن في اخر 2019، فقلت هبطل. فقلت خلاص بقى هبطل وهستقر بقى في حياتي الاسريه، والرياضه بالنسبه لي بقى ممكن اكملها كمدربه. معلش انا اسف برضو بس صوره مهمه نعلق عليها. ده جوزك صح؟ ايوه دي كان ده جوزي. ودي كانت. لا بس احنا ما قلناش اسمه لغايه دلوقتي. هو احمد نبيل. احمد نبيل صح كده. وهو لاعب سلاح ابي ما شاء الله، وهو عضو مجلس. ده يونس دلوقتي. ده يونس. ما شاء الله شكلك. حد قال لي كده؟ ما شاء الله. لا خليني برضو يعني في صور تانية يا جماعه. طيب خلينا نتكلم على طبعا ان انت خدت قرار انه لا خلاص ما انا مش هينفع اكمل، لان طبعا كلميني بقى عن اللحظه دي. فهو انا يعني خلاص يعني ده بص انا اتبسطت وزعلت في يعني كان مبسوطه وزعلانه. مبسوطه ان انا طبعا هبقى عندي بيبي وخلاص يعني الدنيا هتبقى كويسه، وفي نفس الوقت ابقى زعلانه ان انا هبطل حاجه انا بحبها وشايفه ان انا كنت لسه قدامي ان انا وقت. فساعتها يعني احمد بصراحه اتكلم معايا قال لي خلاص احنا ربنا يكرمنا ويونس يجي كويس وبتاع، وبعد كده لو الدنيا كويسه في النادي والكلام ده ممكن تنزلي ترجعي. فقلت له خلاص تمام، والحمد لله يونس جه. والسنه اللي فاتت الدروب اللي حصل مع الفرقه اداني استعداد ان انا ممكن ارجع، وكلمت بصراحه كابتن يحيى يعني مدير فني. هو يشكر عليا
على الموضوع كله، هو اللي اتكلم معايا وجابني مؤمن بيك هو. هو قال لي تعالي، وحكيت له على ظروفي وقلت له ان انا في اوقات كتير هيبقى متضارب مع التمرين عشان يونس وظروف يونس ومعسكر او الكلام ده كله. هو رحب بيه جدا، ما كانش عنده اي اعتراض خالص، وقال لي هنظبط كل حاجه مع بعض. فبصراحه هو يعني كان سبورت ليا في اول الموضوع، وهو اداني الدفعه ان انا يعني احس ان انا امشي في الاتجاه دوت. ان انا اول حاجه مش عايزه يبقى في مشكله بالنسبه لي مع النادي في ان هو او الكابتن يبقى حاسس ان في ان انا مقصره من حاجه. دي صوره في نهائي الكاس وكان يونس معاكي. دي كان اخر صوره ليا مع يونس في نهائي الكاس. اول ميداليه هياخدها يونس او ممكن يونس تاخدها وهو موجود. طب قولي لي، يعني انت بدات يعني يونس جه بالسلامة الحمد لله وعنده سنة وثلاث شهور دلوقتي. بدأتي تتمرني امتى؟ يعني بعد ما يونس وصل بالسلامة امتى؟ بالظبط كهاند بول شهر سبعة معاهم من أول بداية عودة نشاط رياضي. يعني تقريبا نتكلم في ست شهور. يعني يونس كان عنده شهور برضو، كان عنده ثمان شهور كان عنده بالظبط ست شهور. ست شهور بدات تنزل التمرين. طب كان بيروح معاك التمرين ولا كنت بتسيبيه لمامتك؟ هو يونس ما سابنيش ولا يوم في التمرين. كان بيجي يحضر التمرين عادي جدا وكل حاجه. بالظبط كده، هو مع مامتي على طول يعني، هي ملازماني. بيجي يحضر معايا التمرين وهي بتاخده وتراعي يعني وقت فتره التمرين كلها. طيب لما بدات ترجعي التمرين والبنات طبعا معاكي في الفرقه شافوا طبعا بقيتي ام، وهم يعني كانوا بيساعدوك ازاي؟ هما كلهم بيبقوا عايزين يشيلوا يونس ويلعبوا لا يلعبوا معاه، ده موضوع تاني. هما يعني كل اهتمامهم بيبقى بيونس بصراحه. وهما بداوا يهتموا وبيشوفوني اللي هو انت بجد شاطره وان انت عملتي حاجه زي كده. وهما بيساعدوني بقى بان مثلا لما بقى مقصره او مش مركزه بيعادوا عليا الموضوع ده، اللي هو ركزي مفيش مشكله عادي، فتره وهتعدي، يونس هيكبر، او بيساعدوني. بالظبط هما بيدعموني قوي نفسي. وحتى كمان لو في اي حاجه مثلا في الفرقه، في حاجه مثلا ناقصاني بتاع، طب خلاص احنا هنجيبها، طب مش عارفه ايه، طب روحي واحنا هنيجي. بالظبط. ففرقتي بصراحه هي واقفه برده سبورت ليا في فكره التمرين وفكره معسكر في الحاجات دي كلها. هم حتى في ناس مثلا اوقات كنا بتبقى في التمرين مصابه، فطب خلاص بقى سيبي طنط، سيبي يونس، احنا هناخد يونس نلعب معاه، نخلي بالنا منه كده. انت ركزي في التمرين. ركزي في بس التمرين. انت ما خذلتهمش، انت ما شاء الله الماتش الزمالك 22 تسديده الحمد لله، رقم كبير حتى في ماتشات الاولاد ما بيحصلش الرقم ده. والله يوم في الاول في الاخر كان تعب بالفرقه كلها. دي بابا صوره بابايا. بابايا ماتش دي كان الصور ديت كان من موسم 2018، كانت كان قبل ما اعتزل. ده في الماتش اللي ده في ماتش الزمالك. تحمسي الفرقه 22 تسديده رقم ما شاء الله، يا بتهيألي اكيد ساعدتي فرقتك. اكيد ساعدتهم وهم ساعدوني يعني. ساعدوكي بالدفاعات. بالظبط يعني هم ساعدوني بالدفاع وساعدوني يعني الدعم. انا بالنسبه لي كغاده الدعم النفسي اهم بكتير من طول ما انت بتدعم نفسيا وقادر، هتلاقي نفسك جيت، هتلاقي نفسك بدني حاضر، ذهني حاضر، كل حاجه بقت قدامك مفتوحه وان انت تقدر تكمل. ومع ذلك عملتي ماجستير وخدتيه وذاكرتي، وما ادراك ما الماجستير ومذاكرته، وانت ام ويعني ومتجوزه. وكلميني برضو عن انت خاويه تفتح نفسك 100 فتحه. والله انا يعني انا بحب الرياضه وشايفه ان انا عايزه اخدم الرياضه النسائيه او عامه في مصر، يعني ان احنا نهتم شويه بالرياضه النسائيه. بالنسبه لي كان رساله الماجستير عن حراس المرمى، يعني حاجه تخصصيه، فكنت محضراها ان انا ابدا اشتغل. كنت اشتغلت عليها وانا متجوزه، وبدات بقى يعني ناقشتها وانا معايا يونس. يعني كنت فتره الحمل بشتغل عليها بقى واجهزها، واروح مثلا اطبع ورق واروح للدكتوره وامتحن واخلص الحاجات ديت وانا معايا يونس، والحمد لله ناقشتها. يعني بصي انا بس انا سايبك تتكلمي وتستفيضي عشان انت بصراحه نموذج كمان يحتذى به بامانه. وبس خارجين ارجع لمربط الفرس، مامتك اكيد ساعدتك. احنا في عيد الام النهارده، وزي ما احنا بنقول كل سنه طيبه، اكيد بنقول لمامتك كل سنه طيبه لانها ساعدتك. كلميني عن دور مامتك. انا بصراحه يعني ما كنتش هعمل اي حاجه ولا هوصل لهنا غير لما هي كانت في ظهري. هي ساعدتني في كل حاجه، من جواز الحمل قبل كده بقى. لا ده اكيد بقى الحاجات دي بقى يعني يعني الحاجات التمرين. دي يعني بص يعني اي حد مش هيحس بيها
طول ما هو عايش، بس هتحس بدور امك قوي بقى لما تلاقي هي معاك في التمرين مع ابنك. يعني مثلا زي النهارده رحت سبت لها يونس، معلش بس يونس عشان عندي حاجه وجايه، فاهم؟ فهي دايما بصراحه هي بتساعدني، وبابايا مش هنسى دور بابايا عشان. طب ليه دمعتي؟ يعني ليه ده حاجه جميله ان انت بتتكلمي على مامتك، يعني بتهيألي بتبقى يعني حاجه جميله، بس انت افتكرتي لحظات اكيد دعم. فطيب وسبت لها يونس والدعم، كلميني برضو عن دعم مامتك. يعني انا الحمد لله يعني عيلتي بصراحه هي سبب اسباب ان انا هنا يعني. طب يا جماعه ممكن نطلع فاصل استاذنكم بس عشان غاده، يمكن طبعا هي حلقه طبعا انسانيه ومشاعر كبيره جدا للام وطبعا والاسره. نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم تاني عشان نكمل كلامنا مع غاده حسام. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع كابتن غاده حسام نجمه حراسه المرمى في نادي اهلي كره اليد، وطبعا احد يعني نقول ايه بس احد المكافحين واللي اثبتوا يعني دورهم بشكل كبير جدا جوه النادي الاهلي. غاده يمكن ارجع لك، دور الاسره بيبقى مهم جدا في حياه اي لاعب، ده حقيقي. بس محتاج نتكلم اكتر شويه عن رساله الماجستير. انت قلتي انت حابه يبقى في جزء اكاديمي في وتساعدي في مجال الرياضه. الماجستير بتاعك كان عن ايه؟ كان هو بعنوان البروفيل البدني والمهاري والنفسي لحارسات مرمى كره اليد. كنت بتكلم يعني ان انا ازاي يبقى عندي مقومات اختيار حارس المرمى ما يبقاش عشوائي من البدايه كمان. يعني لما اجي اختار حارس مرمى اختاره عن طريق يعني معايير بدنيه ونفسيه ومهاريه، وان انا مش هاخده بس كشكل وطول وان هو مهارات وخلاص. طب مين اللي كان اكيد في كل دراسه بتاخدي نماذج؟ النماذج كانت حارسات مرمى عمومي سيدات. كنت واخده ال 15 فرقه اللي كانوا في الدوري موسم 2018 2019. فعلا؟ كانوا عباره عن 58 حارسه. كنت بطبق عليهم في اوقات كنت بروح فيها وقت الماتش، وفي اوقات فيها كنت بطبق وانا في الملعب يعني. طبعا اغلب الوقت كنت بطبق على فرقتي يعني الحارسات اللي كانت معايا، وكان معايا كمان فرقه الناشئين. طب ما خدتيش غاده حسام في الدراسه؟ اكيد خدتها. ولا غاده حسام بس هي اللي عملت الدراسه؟ لا لا لا، يعني كنت برضو بقيس على نفسي. امتى هنشوف منتخب مصر قوي؟ اول ما يبقى في فكره في الاتحاد ان في مكسب وخساره ودعم لينا سنه والثانيه والثالثه. طب انت شايفه لو في منتخب مصر اتعمل، انا عارف طبعا انهم ما بتتجمعوش او ما فيش، يعني يمكن ناشئات شويه ساعات بيبقى ليكوا بطولات بالظبط، ولكن على مستوى السيدات للاسف ما فيش منتخب. شايفين لو اتعمل منتخب عندنا مستوى نقدر ننافس بيه زي الريال؟ انت قولا واحدا. ايوه، ابسط حاجه كان منتخب 2000 منتخب 98 من سنتين حقق تاسع عالم ما شاء الله. منتخب لو تم رعايته بالظبط، وهم كانوا قالوا لهم ان انتوا هتبقوا البذره اللي هنحطها وهندعم بيها الدرجه الاولى عشان نحقق يعني وندخل ونجمع منتخب سيدات، وما حصلش حاجه من الحاجات دي. وبعديها حصل منتخب 2000 وبرده ما اتجمعش وما فيش اي حاجه حصلت. كان يعتبر اخر تجميع عمومي سيدات كانت 2016، وساعتها يعني كنا اتجمعنا ورحنا وخلاص، ومفروض ما كملناش قبل البطوله بشهر. قالوا لنا ساعتها كان الولاد خسروا. ايه الاسباب؟ كان الولاد خسروا الناشئين الشباب والناشئين خسروا، خدوا تونس خدت اول. فساعتها قالوا لنا لا احنا مش هنقدر، صدمات الاتحاد مش هيستحمل صدمات تانية فمش هينفع تكملوا. وبالتالي ما حصلش اي تجمعات تانية بعد كده، رغم ان كان المنتخب دوت في 2016 كان هيبقى من اقوى المنتخبات، ان هو كان مجمع اعمار سنيه مختلفه بخبرات مختلفه. كمان كان معاك اتنين هيبقوا محترفين اللي هي مروه عيد ورحاب جمعه. يعني كان عنده عناصر كويسه جدا. وكمان كان لسه زي ما بقول لحضرتك 98 ده كان لسه راجع ومحقق تاسع عالم، فعندهم ثقه لعبوا، فالموضوع كان هيبقى كويس. غير ان انت تسيب الناس دي وتركنهم ما يلعبوش دولي سنتين ثلاث سنين اربع سنين، وبعد كده تقول لهم طب تعالوا بقى نلعب تاني او نرجع تاني ندخل في دايره اللي هو دوري بطوله افريقيا او كاس عالم او الكلام ده كله.
والله يا مدام صوتي يعني صوتك، واتمنى ان شاء الله اشوف منتخب يد للسيدات، خاصه ان احنا عندنا يعني في كره اليد من الامكانيات ان احنا نقدر يبقى عندنا منتخب قوي. طيب احنا عملنا اعزائي المشاهدين فيديو برضو زي ما عملنا للسيدات السله والطايره، عملنا لكره اليد ايضا زي فيديو كده بيقولوا لامهاتهم او زمايل طبعا غاده بيقولوا لهم كل بيقولوا لامهاتهم كل سنه وهم طيبين. خلينا نشوف الفيديو وارجع لكم. كل سنة وكل أم طيبة وبخير وبسعادة وصحة، ربنا يبارك لنا فيكم ويخليكم لينا. كل سنة وكل طيبين، وعد أم سعيد. كل سنة وكل أم مصرية طيبة. كل سنة وكل أم طيبة وبخير. كل سنة وكل أم مصرية بخير وبصحة وسعادة. كل سنة وأمهاتنا طيبين بمناسبة عيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وكل أم طيبة. كل سنة وكل أمهاتنا طيبين في كل مكان. كل سنة وكل أم بخير. كل سنة وكل أمهاتنا طيبين وبخير. كل سنة وكل الأمهات طيبين. كل سنة وكل أم مصرية بخير. عيد أم سعيد. لطيفة لما يبقى يعني أنا شايفك بتتحكي وبتاع، فأنت عارفة ظروف كل فيديو من ده. يعني دول كتاكيت خالص. طيب خلينا نتكلم عن لاعبات أو لاعباتا مصر المحترفين بره، سواء مروة عيد او رحاب جمعه، والاثنين بيلعبوا في دوري جامد ومع فرق محترمه الدوري الفرنسي طبعا. شايفه التجربه دي ازاي؟ شايفه تجربه طبعا، يعني موضوع مروة طبعا يعني اثنين بجد ليهم احترامهم في كل حاجه، اثنين اشتغلوا على نفسهم تعبوا عشان يوصلوا لحاجه زي كده، كان عندهم حلم ووصلوا له، يمكن ناقصهم بقيت اكتمال حلمهم زي ما حضرتك قلت ان احنا نعمل منتخب. بس يعني انا شايفه ان اي بنت فعلا عندها حلم وتقدر تحققه، وان هي يعني مروه اشتغلت على نفسها وكان عندها هدف ووصلت له، ورحاب نفس الموضوع. خلي بالك برضو يعني عاشوا لعيبه مصريه في الخارج لوحدها فتره طبعا، يعني الموضوع بيبقى ضغوط عليهم طبعا كلغه عادات تانيه بالظبط تانيه طبعا، يعني الموضوع بالنسبه لهم بالاول صعب، بس اللي بيخليهم برضو يعني زي ما قلت لحضرتك اللي دايما يقول لك لا انا عايز اقدر اكمل هو حلمك، انت شايفه قدامك فانت لا انا هوصل له رغم بقى لو اي حد قال لك حاجه مثلا يعني هبطتك او مثلا ظروف وقفت قدامك او الكلام ده كله، بيبقى هدف كل اللي انت عايزه. ومروه ورحاب مامتهم برضو هي اللي وقفت جنبهم جامد اكيد. يعني طب انا عايزك تقولي الو بس جامد. الو جامد. الو الو هي ماما. لا ده الصوت لا يخطئ ابدا. طبعا معانا الاستاذه رفاء النحاس والده طبعا كابتن غاده حسام. في البدايه برحب بحضرتك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب وانت بصحه وسلامه، واهلا بحضرتك كمان. انا عايز اقول لحضرتك يعني انت كان ليكوا دور كبير جدا يعني مع غاده ان هي توصل لهذه المرحله، ومرت بصعاب كتير، انت دعمتيها في هذه الصعاب. لا والله يا كل ام اكيد بتعمل اكتر من اللي انا بعمله، يعني كل ام بتحب ولادها يكونوا في احسن مراكز واحسن ناس موجوده على وش الارض. يعني طب قولي لي من البدايه، من اول ما كنا بنلبس ونودي التمرين وناكل ونعمل الاكل في العربيه ونوصل، كلميني عن كلميني عن ال... 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 الرحله دي. لا هي الرحلة طبعا طويلة، بس يعني الحمد لله يعني ما كانوش متعبين زي الأولاد التانيين، يعني فالحمد لله كنا من مدرسة للتمرين للبيت نراجع ودروس والكلام ده أكتر من كده يعني، بس الحمد لله يعني كان في صعوبات شوية بس الحمد لله. طب هي كانت شقية وهي صغيرة ولا كانت يعني هادية كده؟ طب وليه كده؟ طب يعني لا عايز الحقيقه. خلي بال حضرتك برضو يعني ما فيش احراج خالص، كانت شقيه وكده وبتاع ولا كانت هاديه يعني؟ لا هي يعني كانت شقيه على اختها خالص، يعني شقية قولي له ماما مش مشكلة، قولي له انا كنت شقية ما تخافيش. أيوة. عادي هي اعترفت يعني. حضرتك مش عايزة تقولي برضه الأم عمالة تداري برضه مفيش فايدة برضه. طب قولي لي بس على فكرة بيقولوا إن الولد أو البنت لما بيكون شقي وصغير بيبقى ذكي، يعني بس ما يطلعوش على البيت يعني يطلع ما يطلعوش على البيت يعني. لا انا بص ردود حضرتك دبلوماسيه، وانا الحقيقه يعني شايف برضو يعني الام هنا عماله، لا انا عايز حضرتك تخش في الصميم وتتكلمي، خدي راحتك برضو. قولي له يا ماما ان انا
انا ما كنتش شاطره قوي في الدراسه عكس ساره. كنت بحب العب كتير وبالنسبه لي كان التمرين اهم حاجه. ممكن ما اروحش درس وما اروحش المدرسه بس اروح التمرين، وكان عقابي ان انا ما اروحش النادي او ما اروحش التمرين. يا بابا كان اوقات كتير الكابتن يكلمه غدا ما جاتش ليه، لا غدا مش جايه النهارده، غدا متعاقبه عشان ما ذاكرتش كده. شفتي الاعترافات دي حضرتك بقى على الهوا اهو. شفتي؟ ايوه لا هي اعترفت يعني بكل حاجه. ايوه انا صريحه يعني النفس بتعترف بنفسيها، انا ما اقدرش اقول حاجه زي كده طبعا. صريحه النفس انا. طب قولي لي يعني برضه انا عايزه يعني حته مهمه جدا نتوقف عندها، لما غدا بقت ام ويونس وصل بالسلامه وقلنا لا هنبطل هنلعب، كان راي حضرتك ايه؟ لا والله يعني انا يعني هي قالت هبطل وقلت لها ده قرار ليكي ولجوزك ده في اول حاجه، وبعد كده حسيت ان هي لا هي عايزه ترجع، قلت لها انا عايزه ترجعي انا في ظهرك واللي انت عايزاه كله انا هعمله لك واللي بايديا هعملها لك، يعني ابنك هيبقى معايا ما تقلقيش عليه، معسكرات تدريب اي حاجه انا معاكي يعني، والحمد لله جابت نتيجه يعني الحمد لله. طب لو ما ذاكرتش كده ممكن تعاقبيها ازاي دلوقتي؟ اخد منها يون. ده مش عقاب حضرتك، ده كده عشان تروح التمرين انت كده بساعديها. لا 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 هي دلوقتي ام وعارفه طبعا الاحساس الابن بالنسبه لها دلوقتي، لو خدته منها دلوقتي هتعمل ايه هي؟ طيب بس هي حضرت ماجستير وبتذاكر لوحديها، خلي بالك واكيد في دكتوراه، هي مش محتاجه دلوقتي حد يقول لها تذاكر. لا ازاي برضه، لا اختها كانت دعم ليها وبتعمل معاها كل حاجه بسم الله ما شاء الله عليهم هما الاثنين يعني. وساره معاها في نفس المجال برضه مش كده؟ ساره لسه يعني حاليا بتحضر الدكتوراه بتاعتها، خلاص هتناقش يعني ربنا يسهل يعني. ما شاء الله. طبعا الاستاذه رفاده النحاس والده طبعا كابتن غادة حسام، بشكرك وبقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وانت بتحيا وسلامه وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. يمكن قلت انت اعترفت، هي ما كانتش عايزه تقول. لا يعني ماما دبلوماسيه قوي، هي برضه بتخاف مني بس كده. ما بلاش كده، انت حره هتبقى عايزه تروحي التمرين، هتقول لك يونس معاكي، انت حره هتبقى الدنيا كده. لا طيب خلينا اتكلم عن طموحاتك. انت طبعا لاعبه ولاعيبه مميزه والنادي الاهلي ما بيقبلش بالمركز الثاني، اكيد ليك عندك طموحات في الفتره اللي جايه. ان شاء الله يعني طموحاتي في الفتره الجايه كده خطوه خطوه، ناخد الدوري ومنطقه، دول بطولتين اللي فاضل لنا السنه دي. اول ان شاء الله يعني ما فيهاش السنه اللي فاتت تاخده مننا، فمش هنتنازل عنهم تاني، ده لكل الفرقه والفرقه عارفه كده، من اكبر واحده لاصغر واحده. احنا فرطنا في حقنا السنه اللي فاتت فمش هنفرط فيه السنه دي. ان شاء الله طموحاتنا برضو ان احنا يعني لو تشاركنا في بطوله افريقيه، طبعا عارفه عشان يعني كورونا والكلام دوت. ده تتويجه ده تتويجه بتاعت كاس مصر، وكان كابتن بيبو كان موجود. انتوا لما شفتوا كابتن محمود الخطيب في الملعب ماتشكوا قلتوا ايه؟ بصراحه انا هقول لك على حاجه، انا ما عرفتش ان الكابتن محمود موجود غير في الشوط الثاني لما كنا دخلنا جوه، وساعتها كابتن يحيى قال لنا انتوا لازم تفوقوا ولازم تركزي على اكتر من كده، كفايه ان رئيس النادي الاهلي جاي يدعمكم ويقول لكم ان احنا في ظهركم. فساعتها انا ما كنتش اعرف، وعرفت ساعتها ولما طلعت بقى من الاوضه شفته، اللي هو طبعا اداني دفع اكبر ان انا يعني بالنسبه لي هو اول مره يجي يتفرج علينا، وطبعا احنا لازم نلعب كل حاجه، دعم معنوي قوي. يعني بالنسبه لنا كانت فرحه لينا بصراحه ان هو يبقى موجود وان احنا يعني نبقى نتوج ببطوله الكاس، فكان ليها معاني كتير يعني. وخلينا اقول لك برده اللقطه اللي شفناها كابتن محمود الخطيب وهو بيسلم على لاعبات نادي الزمالك، ودي اخلاق طبعا كابتن محمود الخطيب يعني. شفت انت اللقطه دي؟ بس انت ما شفتهاش، انت عرفتي في نص الشوط الثاني. انا ما يعني ما شفتش يعني، انا في حاجات كتير قوي ما شفتهاش يعني. يا دوبك دخلت الماتش وطلعت الماتش على يونس على طول. فين عشان يونس؟ كلنا تابعنا طبعا. يونس كان معاكي في الملعب؟ يونس هو ورا، هتلاقيه ورا كده فكرت ان هو فطبعا طيب يعني احنا في الدوري الاول، سبع نقط فرق. الحمد لله. ان شاء الله كده هناخده، بس هو هيبقى في السوبر اربع فرق هيتأهلوا ان شاء الله. ان شاء الله احنا عندنا نهايه الدور الثاني يوم الجمعه والسبت الجايين مع نادي سموحه والشمس. سموحه والشمس تمام. ده اخر ماتشين في الدور الثاني. ان شاء الله نكسبهم
وبعد كده هيطلع يترتب اول اربع فرق. بس كده كده احنا اول يعني. احنا كده كده بالظبط. احنا كده كده هنلعب على المكسب. بالظبط احنا يعني ان شاء الله نلعب على المكسب. هنطلع اول اربع فرق هيلعبوا بعض مجمعتين رايح جاي، وهيطلع منهم بطل الدوري. المجمعتين بس مرتبط ب 2004، نتائج 2004 يعني نتائج كل فرقه هتطلع 2004 برضه هيترتب اربع فرق منهم. واول اربع فرق هتبدا تدي نقط للدرجه الاولى. طب احنا 2004 بتوعنا عاملين ايه؟ سادس. طب بس ده يعني ما فيش مشكله اكيد. احنا الحمد لله محافظين على الاول، فعشان احنا كده كده مش عايزين يعني قصدي اقول لك ان انت الاساس بيساعد هو ولكن الاساس بيبقى الفريق الاول. بالظبط صح، هو الاساس الفريق الاول، ويعني هو هيساعد 2004 هتساعد الناس اللي هي بتطلع يعني مثلا زي سموحه والزمالك 2004 بتاعهم بينافسوا، هيديهم يعني هيديهم درجات ان هم او نقط يطلعوا بيها. بس انا سمعت ان الرابع ما اتحسمش غير الطيران. هو دلوقتي لحد دلوقتي زمالك طيران سموحه نفسه ولا لا؟ هل سموحه بعد ولا سموحه لسه في اللعبه؟ غالبا هيبقى بعد نتائج المبارح او بعد هيبقى الزمالك وطيران هم. هو يمكن لسه الجولتين الجايين دول اللي هيحددوا بشكل هيحددوا كبير من الرابع. بالظبط. طيب ده بالنسبه للدوري خلاص ان شاء الله احنا اول. بالنسبه للسوبر ان شاء الله هنلعب دورتين مجمعتين، يعني هنلعب مجمع ست ماتشات. هنلعب ست ماتشات، كل فرقه لعبها ماتشين. بالظبط كده. طب وبطوله المنطقه؟ المنطقه خلاص فاضل لنا منها ماتشين، ماتش مع الزهور وماتش مع الشمس. تمام. الماتش هيبقى الثلاث اللي بعد جاي اللي هو يوم 30، والماتش الفاينل يعني لسه ما اتحددش بس غالبا هيبقى الثلاث اللي بعده. طب غدا كلميني عن المحترفه سندس لما جت السنه دي، وانت بتضحكي طبعا لان طبعا اكيد يعني كلميني عنها. هي طبعا كانت ضيفتي هنا في حلقه من الحلقات. بعد مرور موسم كامل تقيمي ازاي سندس؟ طبعا يعني مش تقييم فني طبعا، ولكن تقييم كتجربه شخصيه. سندس بجد من الشخصيات الجميله جدا، وما خدتش يعني مش هقول لحضرتك مثلا خدت شهور او ما خدتش ايام عشان تتطبع مع الفرقه وتدخل جوه مود الفرقه وتفهمنا ونفهمها، ويعني حسيناها ان هي لا مننا يعني. يمكن عشان هي تونسيه ونفس الكالتشر ونفس ممكن، وفي نفس الوقت هي روحها جميله قوي يعني فعلا. هي روحها جميله وفكاهيه وبتحب تهزر وتضحك ومش بتزعل حتى مثلا لما حد مثلا بيرخم عليها مثلا شويه كده ما بتزعلش، لا بتعادي لو بتجري في الهزار طيب ماشي هي. وبعدين يعني شكلها اتفرجت على افلام مصري كتير. يعني حافظه. بصي خد بالك هي الفكره الروح المصري بتاخد من الفن. طب معلش يا جماعه يعني دي بعض من تسديداتك. يعني دي صعبه جدا الكره اللي بتبقى على الارض دي. هي كانت مشكلتها بس ان هي كانت عكس اتجاه جسمي، ولما طلعت جبتها كنت خايفه تطلع فوق بس راسي تدخل تاني. ودي برضو يعني ده كان في رد. كان بالنسبه لي الكره اللي هي اللي فاتت ديت كان فرق اربعه وكنا ناقصين، فكنت لازم اجيبها عشان ما ناخد الكره ونهاجم. بالظبط، وما يبقاش في مشكله بقى ان يعني هم يعلوا علينا نفسيا. هو فرقه الزمالك بصراحه من اللعيبه يعني مش فرق اربعه خمسه وخلاص، لا هم بيلعبوا لاخر نفس. واحنا ما كنتش عايزه يحصل ان احنا تدخل ناقصين نتوتر عايزين نكسب. احنا يعني دي كانت مشكلتنا مثلا، احنا بنركز زياده عن اللزوم فبنطلع بره التركيز. صحيح. وبنبقى مستعجلين على الفوز، يعني احنا طول عمرنا متعودين ان احنا نكسب. يمكن عشان تجربه السنه اللي فاتت. بالظبط، احنا طول عمرنا متعودين ان احنا بنكسب. الحمد لله ربنا معانا في كل حاجه. السنه اللي فاتت لما حصل دروب، السنه دي واحنا راجعين لا هو هيحصل زي المره اللي فاتت، فهم حد يعني هي بتبقى الفكره كلها ان انت مش عارف هو المشكله كانت فيا. طب المشكله كانت في ايه بالظبط؟ محدش بيبقى فاهم. محتاجين نبذل كل المجهود. بالظبط، فبيبقى بالظبط كده. فاحنا صحيح. كنا عايزين ال 60 دقيقه يخلصوا في اول دقيقه عشان نكسب. انت مدرك من قدر الضغط مدرك ان احنا عندنا. فالفكره كلها ان احنا عايزين نكسب بسرعه فبنفقد التركيز. بس عشان انتوا بنات النادي الاهلي يعني خلي بالك برضو اي نادي تاني مش هيبقى عنده المشكله دي. هو اي نادي تاني بيبقى بينزل حتى كمان لو حضرتك اتفرجت على اي ماتش تاني مثلا اي مثلا زمالك يعني مثلا زمالك والطيران، الطيران كسبوا فرق 9، احنا مثلا كسبين الطيران فرق مثلا كان 15 او كده، تعادلنا مع الزمالك في الدور الثاني.
فالفكره كلها ان اي حد بيلعب قدام الاهلي بيلعب براحه، هو بيبقى ضامن ان انا يعني انا خلاص انا يعني بيبقى معنى صح ان خسران، فبلعب بايه بمزاجي بالظبط. صحيح. غير ان هو يلعب مع اي فرقه تانية بيبقى فيه ايه ضغط. احنا بنبقى عكس كده، احنا كل ماتش عندنا بيبقى عايزين نحقق تارجت معين محطوط لنا، فعايزين نعمله ونوصل له. وفي نفس الوقت احنا بالنسبه من الماتشات القويه مثلا زي الزمالك، الشمس، سبورتنج، الكلام ده بيبقى ليها حسابات تانية معانا، ان احنا مثلا يعني مثلا زي الزمالك او زي الماتشين اللي جايين سموحه والشمس، هما تحصيل حاصل، بس احنا بالنسبه لنا احنا هنقابل الفرقتين دول بالظبط، هنقابل الفرقتين دول بعد كده في السوبر، وهنقابلهم مثلا يعني مثلا قابل فاينل الشمس نفسي طبعا. فنفسيا بتفرق. صحيح. فعشان كده بنبقى دايما عايزين نركز ونكسب. غادة حسام بشكرك بجد والله، يعني انا سعيد جدا انت معايا النهارده، وكانت فرصه كويسه ان احنا نقول لك كل سنه وانت طيبه ونقول لك مبروك. طيب يا رب. وطبعا غادة حسام نجمه حراسه مرمى النادي الاهلي كره اليد، نورتينا وشرفتينا بحضرتك. انا اكتر. ميرسي. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا السبيشال النهارده عشان عيد الام. كل سنه وكل ام مصريه بخير وطيبه وفي سعاده، ودائما ابدا هي نص المجتمع واكتر. انتظرونا بكره ان شاء الله، عندنا يوم مزدحم بالاحداث، عندنا مباراه ان شاء الله كره الطائره نادي الاهلي ونادي الزمالك، مباراه مهمه في نهايه الدور الاول هتقام على صاله المقاولين العرب، وهتكون في تمام الساعه 6:00. هنطلع مع حضراتكم استوديو تحليلي من 5:00، هيكون معانا ان شاء الله مباراه كره السله الساعه 8:30 الاهلي وطرائق الجيش، هيكون من صاله الامير عبد الله الفيصل، وهنكون الساعه 7:30 في استوديو تحليلي او بعقب مباراه الكره الطائره. كل التوفيق لفرق النادي الاهلي بكره، وكل الدعم ليهم. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.